بعد اتصال جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. قال البيت الأبيض في بيان إن القادة ناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي والحاجة لردع وتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. ذاك مؤشر لا يشي بموافقة أمريكية فورية على رد طهران الخطي على المقترح الأوروبي، وهو ما يتفق مع ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي من أن إدارة بايدن طمأنت تل أبيب بأنها لن تقدم تنازلات لطهران وأن الاتفاق النووي ليس وشيكا. تأخذ واشنطن رأي تل أبيب بعين الاعتبار، وهي التي هددت باستهداف البرنامج النووي الإيراني إذا فشلت الدبلوماسية في إيقافه. تستبق طهران ذلك بالتأكيد على عدم التفريط بحقوق الشعب الإيراني، وأن ضمانات عدم تكرار سيناريو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق هو الباب الوحيد الذي يمكن الولوج منه لإحياء المعادلة بين الأطراف جميعها. سجال مستمر لا تتوقف موجاته بين واشنطن وطهران وبروكسل في سباق خاض الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر جولات نقاشاته في أكثر من اجتماع أفضى في نهاية المطاف إلى الاتفاق ضمنيا على عدم العودة إلى المباحثات في انتظار لون الدخان الذي يفسر نجاح بث الروح من جديد في الاتفاق أو قتله كاملاً.